فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز البول واقفا؟ وهل يجوز أن يمسح بالجدار ويتمسح بالجدار مع وجود الماء؟ نعم، كله جائز الحمد لله. البول واقفا يجوز، ولكن الأفضل يبول جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فعل البول وهو جالس، هذا الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله واقفا، قيل لأن فيه عاهة أو آفة اقتضت وقوفه، وقيل أنه فعله لبيان الجواز، وهذا هو الصحيح. لكن يتحفظ من رشاش البول، وأما التنشيف فينشفه بالجدار يسمى الاستجمار، سواء بالجدار أو بحجر أو بما يقوم مقام الحجر مما ينقي المحل وينشف المحل، لا بأس بذلك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.